عزيزي المشاهد وعندنا لعبة وحداوية خطيرة حلوة. عبد الله أنور، يا الله يا الله يا الله. مرضي من الجانب السرجاني ويرى السيد موريس شتاين أنه مرضي وعندنا كرة خطيرة. مرة ثانية تصل هذه إلى رم في الجهة اليسرى، خطرة في المرمى. الهدف الأول الوحداوي عن طريق عبد الله أنور. إسماعيل مطر بيني يا سلام، عبد الله أنور ممكن الثاني، خطرة. الله، جول ثاني للوحدة عن طريق عبد الله أنور. أيضا ثنائية في أول مباراة، ثنائية كما يحلو للوحداوية. يأتي بكرة عالية خطيرة للأمام، فرصة هي للعنابي. جول جول جول، يعود الوحداوية ولا زالت الفرصة إلى إسماعيل مطر. الله على إسماعيل، حصلها خطيرة إلى عبد الله البديل في اللمسة الأولى. المرتدات المرتدات جابري التاريخية في هذا الملعب في عصر الاحتراف. الوحدة فاز مرتين والفجيرة في مناسبة، وعندنا لقطة إلى عبد الله أنور. الوحدة فاز 1-0 موسم 2015. عادت هذه خطرة. هنا تصل إلى عبد الله أنور، حاول فيها يتقدم، عدى من الاول ممكن يعدي من الثاني، لكن ايضا تصل هنا الى يحيى الغساني. هل ينشط الوحده الان ويستفيد؟ مع كان فيها صافره وخطا. عمليه التقدم، يا سلام، ممكن هذه ستيد بعيده بعيده جدا من ماجد عبد الله ايضا عدت ايضا عدت، لكن 6 دقائق كوقت بدل ضايع. شوف عملية المراوغة، يا سلام، هنا الانطلاقة مقطوعة بعد الضايع اسماعيل ولمسة. هذا هو أحد الصفقات التي قدمها الوحدة، خطيرة، فرصة. الوحدة كان ممكن يكون 3 بعشرة لاعبين يقاتل، الذئاب تقاتل بعشرة لاعبين، وعندنا لمسة أقرب إلى الجميع، أقرب إلى جديد. مرة أخرى في مكان في الجهة اليسرى، العرضية ممكنة، العرضية تأتي، الرأسية، المتابعة، كم من الكرات، كم من الرؤوس، كم من اللقطات كبيرة لتيغالي في الجهة اليمنى. ممكن الآن تأتي العالية، تأتي العالية الخطيرة. الله الله الله، بديل في اللمسة الأولى. المرتدة المرتدات جابرييل، لكن ما وصلت الى جابرييل. عبد الله انور، وتكون مغامرات هجوميه كبيره للغايه. عندنا كره في الجهه اليمنى، يطرد لاعب من الفجيره، الانظار كانت متجهه لسيطره وحداويه. يا الاعين تناظر اسماعيل، والوحداويه يقولون تمريره من تمريراتك يا سمعه الى عبد الله انور. بالكعب حطها، غادرت الى في كل مكان، يقلب الطاولة الوحداوي الذي كان متأخرا بهدف، لكن ياهو هدف سجل، ياهو هدف. صغار حيوية، الكرة بترجع الآن لاباكونجو، بيلعب الكرة في مكان سليم، عبد الله أنور بيرسل الكرة، تعود الآن من جديد مرة أخرى، تعود هذه الكرة في نص الملعب. طحنون الزعب، ليوناردو بيسحب سحبة، ليوناردو بيلعبها على طول، ولكن تبعد، ولكن تبعد الوحدة في الجانب الآخر حقيقة بهذا الأداء بهذه النتائج.
خروج نعم كرة تلعب عالية والأمام. المباراة في اللحظات الأخيرة 90 دقيقة انتهت ونلعب على صافرة حكم المباراة والدقائق مقدرة بأربع من جانب عبد الله أنور في اللمسة الأولى. مرة ثانية عبد الله الآن هنا تعاد محاولات للوحدة. حاتيني وهدافه الكبير تيجالي على مقاعد احتياط بينما يغيب اسماعيل المطر. يا سلام نزلها بشكل ممتاز عبد الله أنور لكن رم تبعد من أمامه. عادت الضربة الركنية عالية